بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب صل على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. أهلا بحضراتكم في رسالة إيمانية جديدة، ورسالة النهاردة هنتكلم فيها عن السكينة. السكينة بنتكلم عنها لأن في ناس كتير بتعبد ربنا سبحانه وتعالى وبتقول أنا مش حاسة بطعم العبادة، أنا أصلا مش حاسس بطعم رمضان، أنا مش حاسس بطعم الصلاة، أنا مش حاسس بطعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بكل بساطة السكينة هي الطمأنينة اللي أنت بتلاقيها في قلبك، وهي مرتبطة ارتباط قوي جدا بحال قلبك وانت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اي جماعه هيقعدوا يقروا القران مع بعض هتخشاهم السكينه، جايه منين؟ احنا كلنا بنقرا القران، لكن جايه من حال ذكرهم مع ربنا سبحانه وتعالى. وتخيل ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع سيدنا ابو بكر والكفار خلاص واقفين على باب الغار، فربنا سبحانه وتعالى يلهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يطمن سيدنا ابو بكر ويقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهما. سيدنا النبي في اللحظه دي، في اللحظه اللي الكفار خلاص هيلاقوا سيدنا النبي وسيدنا ابو بكر، قلبه حاله مع ربنا سبحانه وتعالى، وهنا نزلت السكينه. الاكثر من كده ان انا عايز اقول لك ان السكينه مش مرتبطه بمكان العباده، يعني بعض الناس يقول لك ايه انا لازم اكون في المسجد، طب افرض حصل ظرف، لا مش مرتبطة بمكان العبادة، هي مرتبطة بقلبك أنت. متخيل سيدنا يونس في بطن الحوت، تخيل إنسان في بطن الحوت، مكان جديد عليه، مكان غريب عليه، مكان مظلم، إلا إنه كان عنده من السكينة اللي يخليه يطمن ويدور على عبادة تخليه يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. ده جاي منين؟ إن حال قلبه، حال قلب سيدنا يونس كان مع ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ألهمه نوع من أنواع الذكر جديد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واستجاب له هذا الدعاء، وكمان خلد له الذكر ده، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي هيدعي بدعاء سيدنا يونس ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب له. ولذلك موضوع السكينة من أهم ثمرات العبادة ومن أهم الأسباب في قبول العبادة. في بعض الناس فاكرين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الرجل أنه ينقر صلاته نقرا، الرجل اللي دخل صلى بسرعة بسرعة بسرعة، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ صلي فإنك لم تصلي، السكينة ما تحققتش عندك. والسكينة جزء منها بيبقى عندك وجزء منها بيكمل من عند رب العزة سبحانه وتعالى لما يرى صنيع فعلك. يعني مثلا احنا امرنا واحنا رايحين نصلي ان احنا ما نجريش نلحق الجماعه جاي كده، لا امشي بسكينه. ليه؟ لانك لما تخش في العباده بسكينه انت داخل مستحضر وقار ربنا سبحانه وتعالى. طيب ولما تكون داخل العباده مستحضر وقار ربنا سبحانه وتعالى يتم الله عليك السكينه فيطمئن قلبك فتشعر هنا بحلاوه العباده. اللهم ارزقنا السكينه وارزقنا حسن العبادة يا رب العالمين، ويا رب صل على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا.